مرحبا، يعطيك العافية. أنا ليلى جاية ألقي بيان القمة العربية النهائي. أنت صوفيا؟ وإذا يعني صافيا، ليش ما عرفت إنه العرب اجتمعوا؟ بلا عرفت، بس شو خص اجتمعوا بإنه أنت تتلي البيان؟ عادة عشو بيجتمعوا العرب يا عيني؟ عأكل الهوى، يعني عصافيا. لكن تفضلي. البيان بيقول: لقد اجتمع رؤساء العرب في شرم الشيخ ولبسوا البكيني وعملوا برانزاج بالنهار وأكل هوا بالليل، شربوا وسكروا لانطفوا وعملوا فانتازم جماعي. فانتازم؟ يعني ما بتعرفش يعني فانتازم جماعي؟ يعني فانتازيا، عملوا فانتازيا على اليمن. كلهم صاروا اكسايتمنت على اليمن، عرفت كيف؟ وقرروا بنفس الليلة انه كلهم لليمن، ما بستحقوا لها. فما بينلاموا، الرؤساء العرب وصلوا لوضع انه خلص لعيت نفسهم من سوريا، يعني انه شو كل يوم من جد بدو يغيروا عدرسهم، وبعدين للبلدين الاخرى ما تزعلوا، جايكم دور ان شاء الله بالقمة الجاية. نوتا بيني بس للشعب اليمني، بليز ما تلوموا العرب إذا كانوا شوي سافاج، ما هني معروفين بحبوا العنف كتير. سألهم جارب ما تسألوا حكيم، يعني لو وصلت معه للخبيط لللبيط للقتل للدم ما بهم، المهم إنه هني يوم بستا وتانكيون وكسيون وميسيون وعقبال القمة الجاية.